هلا كلنا نحن وياكم رح نستمتع مرة جديدة مع النجمة نانسي عجرم وأغنية جديدة. كانت اعظم اغنيه للسنه. ميرسي. او بدي اقول لكل الرجال انه انتبهوا، بس تكونوا مع ستاتكم ما تتطلعوا شمال ويمين لانه الست بتكون عم تنتبه. اكيد. نانسي، بعرف انه الموضوع ما بتحبي تحكي فيه، بس احنا من واجباتنا انه نقول على الهواء ونشكرك لانك تبرعتي ليلي بمبلغ كثير كبير لا سين جود لا علاج الاطفال المصابين بالسرطان. لا انا بالعكس، انا كنت حب انه ما احكي بهالموضوع، بس هلا انا حبيت انك اعلنتي هيدا الشيء لانه
لحتى شجع مش بس انا لحتى شجع كل شخص قادر انه يتبرع ما يتردد ابدا. وانا زرت كثير نانسي لانه خاصه انا زرت هيدي الجمعيه من سنه وعن جد بتستاهل. نانسي يعني الليله انت بهيدا الابيض كنت ملك سهره الام تي في وملك سينتوت. ميرسي، شكرا لك.